المبعوث الروسي إلى سوريا يقول إن مسار التطبيع بين تركيا والنظام جار على قدم وساق. وبتهم الخيانة والعمالة لأكثر من جهة، اعتقالات ضمن الصفوف الأولى في هيئة تحرير الشام. جولة جديدة ما تبقى، حياكم الله. قال المبعوث الروسي لسوريا ألكسندر لافرانتييف إن العمل جار بشكل مكثف على تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام. تناقضات في التصريحات، برود في العلاقات، طريق مفتوح للاحتمالات المتعددة. إلى أين وصلت مرحلة تطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد؟ في أحدث ما ورد بالملف تصريحات للمبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، قال فيها إن العمل جار بشكل مكثف على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيرا إلى أن الأمور قد تصل إلى لقاء مباشر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام بشار الأسد، معترفا بالوقت ذاته بوجود مصاعب في طريق التطبيع، محملا مسؤولية سوء الأوضاع في سوريا للوجود العسكري الأمريكي في شمال شرقي البلاد. على عكس ما تحدث به المسؤول الروسي، سبق ذلك تصريحات لسفير النظام السابق لدى تركيا نضال قبلان، قال فيها إن بشار الأسد لن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق أبرز بنوده خروج القوات التركية من الأراضي السورية. تركيا أيضا سبق أن وضعت شروطها على طاولة المفاوضات خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في أستانا، حيث أكد المفاوضون الأتراك على أن لدى أنقرة 4 شروط للسير في عملية التطبيع مع نظام الأسد، تشمل تعديل الدستور السوري بهدف تحقيق إصلاحات ديمقراطية في البلاد وإجراء انتخابات عادلة في سوريا وعودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان إلى بلادهم، وضمان ذلك وفق مذكرة خطية، إذ تعتبر أنقرة أن حل قضية اللاجئين هو أحد أهم المسائل المرتبطة بتطبيع العلاقات مع النظام. تسير مياه كثيرة في الجدول الروسي التركي، وبالتبعية طبعا الجدول التركي مع بشار الأسد. الآن ألكسندر لافرانتييف يقول كلام يعني أنه والله نحن مستمرون واللقاءات على قدم وساق، وسوف تنتهي الأمور باللقاء بين الرؤساء وسوف نخبر الرؤساء عندما تصبح الأمور جاهزة، إلى آخره من هذا الكلام المعاد، والذي لا ينفي طبعا أن القوم يجتمعون. يعني الآن قبل 2 أو 3 أيام نضال قبلان سفير بشار الأسد سابقا في تركيا قال والله نحن لن نلتقي مع الأتراك حتى يخرجوا من شمال شرق سوريا ويفتحوا الطرقات، ويعني شروط ما أنزل الله بها من سلطان، والأتراك قالوها بأكثر من لغة وبأكثر من مناسبة، نحن لن نخرج من شمال غربي سوريا، نقطة من أول السطر. الآن التطور في هذا الموضوع هو ليس ما يجري بين الأسد وتركيا، هو ما يجري بين روسيا وتركيا. الحركة التي قام بها الرئيس التركي لجهة الإفراج عن قادة كتيبة أزوف أو فيلق أزوف، الفيلق الذي قاتل الروس بضراوة في ماريوبول أيام معمل الحديد والصلب، وهؤلاء القوم ثبتوا في هذا المصنع ثباتا شديدا. الآن قادة هؤلاء المقاتلين اعتقلهم الروس، كانوا موجودين في تركيا تحت الإقامة الجبرية، والروس اشترطوا على الأتراك أن لا يفرج عنهم أو لا يسمح لهم بالذهاب إلى أوكرانيا حتى نهاية الحرب. الآن ماذا صنع الرئيس التركي؟ أرسل قادة كتيبة أزوف على نفس الطائرة فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، وعاد القوم سويا والتقطوا الصور والأحضان. الروس غاضبون. ديمتري بيسكوف قال هذا انتهاك صريح. سيرغي لافروف ناقش مع حاكان فيدان كيف تقومون بهذا العمل. الكرملين يقول ألغيت زيارة فلاديمير بوتين إلى تركيا الشهر القادم، ربما يزور، يعني تعود تركيا لإصلاح ما تم. لكن حدث أمر مهم جدا،
هو أن يقول الرئيس التركي بحضرة فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا يجب أن تنضم إلى حلف الناتو. الآن قد يقول قال والله هذا لإحراج الناتو قبل القمة المرتقبة في الأسبوع القادم للإبعاد عن قصة السويد ويعني إبعاد الحرج عن الأتراك فيما يتعلق بالسويد ووضع رمي الكرة في ملعب واشنطن ولندن، أنه والله عليكم أن يعني على أوكرانيا أن تنضم لكم قبل السويد. كل هذا جيد وجاز، لكن ما قام به رجب طيب أردوغان لجهة إخراج قادة كتيبة أزوف يشير أن شيئا ما تغير في العلاقة بين الروس والأتراك، وهذا بالتبعية سوف ينعكس على سوريا، وأن شيئا أو أشياء سوف تتغير في العلاقة بين تركيا وروسيا داخل سوريا، شمالي غربي سوريا تحديدا. الآن بعيدا عن كلام الأسد قال والله يعني نحن نشترط ونشترط ونشترط، هذا الكلام كله يعني خارج قوس، ولا أحد يعني ولا أحد ولا طرف أصلا غير عدا عن الطرف التركي يعني يقيم لهذا الكلام وزنا. الرئيس التركي لماذا أقدم على هذا العمل؟ لماذا أقدم على هذا العمل؟ هذه ليست حركة عادية من تكتيكات الرئيس التركي التي عاهدناها، ذات اليمين وذات الشمال، المناورات المحدودة، هذا رفع للسقف، هذا رفع للسقف، هذه ليست حركة تكتيكية قصيرة المدى، ربما تكون متوسطة المدى أو بعيدة المدى، سوف تنعكس على شمال غربي سوريا. وإذا صدقت توقعات من يتوقع الآن في أن شيئا ما ربما يحضر للروس، فإن هذا سوف ينعكس حتما على شمال غربي سوريا، شمال غربي سوريا حيث أبو محمد الجولاني، سوف نناقش ملفه في التقرير القادم. قالت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن هيئة تحرير الشام اعتقلت عددا من المنتمين لها، من بينهم مسؤول الذاتيات في الجناح العسكري، بتهمة تقديم نسخ كاملة عن سجلات العسكريين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. للحديث أكثر عما يجري داخل هيئة تحرير الشام، داخل المطبخ الأمني والعسكري لهيئة تحرير الشام، اعتقالات بالجملة وضمن الصفوف الأولى وشخصيات في مراكز صنع القرار. ولماذا الاعتقالات؟ بتهم العمالة. لمن؟ للأسد وللروس وللأميركان، عمالة على أكثر من صعيد. الحديث أكثر عما يجري داخل الهيئة معنا من أربيل في العراق الباحث في شؤون الجماعات المسلحة أستاذ رائد الحامد. أستاذ رائد مرحبا. أهلا ومرحبا، أهلا بك. مرحبا. اعتقالات بالجملة داخل الهيئة بتهم العمالة للروس وللأسد وللأميركان. نعم، شكرا لك أستاذ معان، والتحية لك ولمشاهدي القناة. يعني الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام يعني يعتبر من الأجهزة الأمنية التي تمتلك قبضة مشددة، بحيث أنه شملت ليس فقط يعني خلال السنوات الأخيرة، شملت بما فيهم قيادات من الجيش الحر وقيادات من الفصائل. يعني على سبيل المثال مثلا أبو خولة محسن الذي اقتحم تادف وكان يعني يعتبر خروج عن نهج الهيئة في عدم استهداف مناطق النظام، ارتقل للسنوات. يعني الكثير من الناشطين معتقلين، الكثير يعني
وجهاء وشيوخ عشاء وكذا معتقلين ايضا. يعني بمعنى انه يعني هي تحرير الشام لديها نهج امني خاص، بحيث انه تكميم جميع من او يعني تكميم جميع من تبدو منه اي وجهه نظر مخالفه لوجهه نظر الهيئه، اعتقال جميع النشطاء الذين يخالفون توجهات الهيئه. في الاونه الاخيره لاحظنا انه الكثير من التظاهرات بدات تظاهرات نسائيه، يعني لانه لا يمكن يعني سكان خاضعين ضد سيطره هيئه تحرير الشام أن يخرجوا بتظاهرات يعبرون عن رأيهم، بينما هي الثورة أصلاً خرجت. الثورة عنوانها الحقيقي التظاهر يعني. لكن هذه يعني بتهم العمالة، هؤلاء متهم الآن الجهاز الأمن العام في الهيئة يحقق معهم لأنهم عملاء لبشار الأسد أو عملاء للروس أو للأمريكان. هل لديك أي معلومة في هذا الأمر؟ يعني الحقيقة هي ما قيل عن خلية تجسس أو التي تعمل لصالح الولايات المتحدة. أنا أعتقد يعني هذه الخلية هي التي يعني تتكون من أمنيين، يعني أمنيين ضمن جهاز الأمن تحرير الشام. أنا أعتقد هؤلاء خرجوا عن السياق المألوف. السياق المألوف هو تعاون هيئة تحرير الشام مع التحالف الدولي في ما يتعلق أولا بقيادات داعش، ثانيا بقيادات حرة أسد. يعني لو أخذنا على سبيل المثال حملة أمنية شنتها هيئة تحرير الشام قبل يعني في يعني تقريبا في الأول من فبراير 2022، بعد يومين بعد في يوم 3 فبراير 2022 في عظمة استهدف حجي عبد الله قرداش، في نفس المنطقة كانت حملة أمنية، بعد يومين استهدف عبد الله قرداش بطائرات التحالف الدولي. على سبيل المثال يعني معظم قيادات داعش، معظم قيادات حراس الدين الذين يقتلون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، بمعنى أنه يعني هناك تعاون بين هيئة تحرير الشام والتحالف الدولي. لا يمكن التحالف الدولي أن يعتمد على متعاونين محليين مع الجهاز الأمني القوي لهيئة تحرير الشام، لا يمكن لهؤلاء أن يعملون دون علم هيئة تحرير الشام. أنا أعتقد هيئة تحرير الشام تعلم كل شيء، ولكن لا تريد أن يكون هناك تواصل. طيب وبالنسبة للروس والأسد؟ بالنسبة للروس والأسد أنا يعني لا أستبعد وجودها، لكن أنا أعتقد أنه لا الروس ولا الأسد بحاجة إلى أن ينهي تحرير الشام. لديهم بالأصل وجود على الأرض، وجود خلايا يعني تتعاون تستغل مسألة النازحين ومسألة المهجرين. لا أستاذ يعني راد، الموضوع أكبر من ذلك، يعني أكبر من ذلك. هؤلاء المعلومات التي وصلتنا تقول هؤلاء الروس أو الأسد لديهم متعاونين داخل صفوف عليا حتى على نقاط التماس، يعني يعلم الروس ويعلم الأسد نقاط الحراسة، كم متى هؤلاء يذهبون، متى يعودون، تفاصيل هذه كل خطوط التماس مع الروس والأسد بجيبة الأسد، التفاصيل الأمنية. نعم هناك متعاونين بالتأكيد، يعني لكن ليس على درجة التعاون مع قوات التحالف. الأهداف التي تستهدفها روسيا أهداف عشوائية، الأهداف التي يستهدفها النظام أهداف عشوائية بالبراميل وغير البراميل والقصف المتفاعل العشوائي، بينما الأهداف التي يستهدفها التحالف أهداف دقيقة وتتعلق بقيادات. لو كان هناك تعاون حقيقي يعني، لكن هناك تعاون كما قلنا يعني موجود بالأصل، موجودين يعني متعاونين مع روسيا ومتعاونين مع النظام ويدلون بمعلومات ما يشاهدون، لكن من داخل الجهاز الأمني أنا أعتقد يعني صعب القول بهذا. يعني هذا وجهة نظر. لماذا يعني صعب؟ أسباب كثيرة. أولا يعني مسألة يعني أنه إلا إذا زرعوا، لكن مسألة الزرع صعبة أيضا، وإذا كان يعمل لصالح النظام لصالح روسيا لمدة أشهر أو سنة أو سنتين سيكشف، حتما سيكشف.
لأنه المعروف الأجهزة الأمنية كل عنصر يتجسس على العنصر الثاني، معروف أنه دائما الولاء للرؤساء بالأجهزة الأمنية، إضافة لأنه لا الروس ولا النظام يدفعون أموال في مقابل المعلومات، معروف أنه يعني قد تكون هناك تسهيلات بسيطة، قد تكون هناك، لكن النظام اصلا يعني من عناصر هي ممكن ان يدفع بحجه يعني النزوح والهجره وكذا والى اخره، يمكن ان يدفع بعناصر من العسكريه والمخابرات الجويه ومن السياسي الى داخل مناطق الهيئه، لكن على مستوى القيادات بالهيئه انا اعتقد يعني الامر يعني في بعض المجازفة القول يعني الى هذا الحد الكتلة الصلبة او النواة الصلبة في الهيئة متماسكة ولا يمكن اختراقها الى هذا الحد؟ لا هي تخترق، لكن استعداد الناس، استعداد يعني الاستعداد النفسي للعناصر الأمنية، استعداد النفسي لانه هي بنيت الأجهزة الأمنية قبل ان يكون النظام، يعني بنيت يعني الجهاز الأمني بني، انا اعتقد يعني في بدايات 2017 عندما يعني بدأت الهيئة تتحول إلى مؤسسات مدنية وإلى حكومة إنقاذ وإلى بدأت تبني لأنه يعني إلى حد ما يعني وضعت الصفحة العسكرية ضمن أولويات متأخرة وأعطت الأولوية للإدارة المدنية والإدارة والبناء هاي الأجهزة والمؤسسات. في تلك الفترة يعني لم تكن هناك مثلاً يعني سبل الوصول من النظام إلى مناطق الهيئة كما هي بعد أن استقرت الهيئة وبعد أن أصبحت معابر التهريب وأصبحت نقاط تفتيش نقاط مشتركة والتماس بينهم يعني الكثير من يعني من السبل التي يمكن للعناصر في بدايات تأسيس هاي الأجهزة أنا أعتقد كانت من عناصر يعني صعب أنه قبل 2017 صعب أن يكون هناك خرق من النظام، يعني جانب نفسي جانب أيضا يعني جهاز عقدي، يعني تقول أنا حسب ما أفهم منك يعني هذا لأنه جهاز عقدي قائم على أفراد عقديين لذلك يصعب اختراقهم بالضبط اختراقهم. كان في بداية الآن في بداية نتحدث سنة. الآن نتحدث الآن أستاذ رائد ممكن جيد، ما هو الآن الحديث عن هذه اللحظات عن هذه الشهور أن الجهاز الأمني مخترق للهيئة. طيب جهاز الأمن العام للهيئة هذا لهذا الحد هو جهاز قوي أمنيا، يعني لأنه المعلومة تقول أن دولة أخرى هي التي قالت لهم عن الاختراق، ليس هم من اكتشفوا أصلا الاختراق. يعني هي ما منشور، يعني أنا حاولت يعني أصل بعض الأشياء الخاصة لكن وصلت إلى أشياء عامة أغلبها منشورة، يعني هي الدلالة كانت عن طريق أحد المعتقلين، يعني هو اللي أفشى سر الخلايا اللي كانت تعمل معه صالح الولايات المتحدة. أنا أعتقد يعني كانت هناك زيادات في الأخبار، يعني مثل يعني أنا لازلت أدري أنه مسألة التعامل مع النظام صعبة جدا، يعني النظام لديه وجود يعني احنا نعرف انه حتى الرواتب مع الروس، مع الروس يا استاذ رائد، مع الروس ليس مع النظام، الروس يعني ما المشكله؟ الروس يريدون الاختراق طبعا، يعني هدف بالنسبه لهم خاصه قبل ان يتورطوا في اوكرانيا، ما المانع؟ يعني يريدون ذلك الروس والنظام يريد ذلك منطقيا، يعني منطقيا لكن عمليا يعني لم يعني احنا عندما ناخذ طبيعه الاهداف التي تستهدفها الولايات المتحده والاهداف التي تستهدفها روسيا والنظام، يعني هنا يحدد مدى قدره روسيا والنظام مجتمعين على الوصول الى اهداف محدده ومدى قدره الولايات المتحده، وهذا يعود لقدره اي طرف من الطرفين. حسنا الان برايك يعني سوف تنجو الهيئة ويعود أبو محمد الجولاني للإمساك بمقاليد الأمور بشكل أكبر وتترسخ سلطته أكثر أم لا؟ قد يعني هذه الأشياء تؤثر على تماسك الهيئة من الداخل، يعني هي الحقيقة، يعني الهيئة مرضي عنها أمريكية ومرضي عنها إقليمية، هناك بعض
يعني بعض يعني السفير الامريكي السابق الان على سبيل المثال زيارات هذه المناطق، يعني قيام او قرار جولاني بفكر ارتباط مع القاعده لهم، وتبني خطاب انه احنا من حدود سوريا، من حدود سوريا وليس لنا علاقه خارج سوريا. يعني هذه كلها تعطي رسائل معناها للولايات المتحده. الولايات المتحده انا لا اعتقد لديها اي مشكله مع الجولاني ابدا، لا توجد اي مشكله لدى الولايات المتحده بوجود الجولاني. جولاني مرضي عنه امريكيا، وطالما انه مرضي عنه امريكيا فاذا هو مرضي عنه اقليميا. يعني قد تكون هناك بعض التحفظات لدى الجانب التركي مثلا وجانب بعض الدول العربيه على اداء الجولاني او يعني اداء المجموعات المرتبطه بالجولاني، قد تكون هناك تحفظات، لكن بالخطوط العريضه وبالصوره العامه الجولاني مرضي عنه تماما. وبالتالي هو مستمر، هناك إرادة دولية كي يستمر، إرادة دولية كي يستمر، إضافة إلى ضعف الفواعل الداخلية، ضعف أدوات التغيير. لا توجد أدوات تغيير مناطق سيطرة الجولاني. كما قلنا في البداية الجولاني لديه قبضة أمنية مشددة، يعني استأصل ما لا يقل عن 13 فصيل من الجيش الحر، طارد قيادات الجيش الحر، حزب التحرير يعني تبنى، يعني عندما بدأت بعض البيانات تبنى وجهة نظر مخالفة للجولاني بدأت الاعتقالات على التحرير. لكنه فشل في آخر موقع مع حزب التحرير قبل أسبوعين أو ثلاثة، يعني ما نجحت حملته الأمنية، بدأ ضعيفا هذا جهاز الأمن العام. يعني على حزب التحرير هو مستمر، يعني هو قد ينجح هنا ويخفق هناك، يعني هو مثلا حسنا الآن. نعم. إلى أي حد يعني مرضي عنه ويراد له الاستمرار؟ إلى متى بأي صيغة؟ ما المراد أن يصبح عليه الجولاني دوليا أو إقليميا؟ يعني هذا يرتبط بالتسوية السياسية من يعني 2254، يعني التسوية السياسية ومسار جنيف واحد، يعني هذا يرتبط يبقى يعني محمد جولاني يبقى رقم ضمن المعادلة السياسية القادمة، لا يمكن تجاوزه لا من الولايات المتحدة ولا من النظام ولا من المعارضة السورية التي ستشارك في عملية التسوية السياسية، لأن الاتجاه يعني الاتجاه يمضي باتجاه التسوية السياسية، لأنه لا يوجد حل عسكري، لا النظام قادر على حسم الأمور العسكرية. هل جولاني يمكن أن يندمج مع الجيش الوطني؟ الآن يطرح هذا الكلام. لا، أنا لا أعتقد أن الجولاني في وعد هذا. الجولاني قد تكون لديه يعني تخطيط أو لديه طموح أو لديه رؤية بقضم مناطق الجيش الوطني، السيطرة على مناطق الجيش الوطني ككل، يعني لكن تقف أمامه عوائق كثير، يعني قد لا يكون بينها الجيش الوطني وإنما الإرادة التركية. تركيا لا تسمح سيطرة الجولاني على مناطق الجيش الوطني. لو تركيا أعطت الضوء الأخضر للجولاني سيسيطر عليه. طيب الآن ما المتاح أمامه؟ هو طالما هكذا، ما المتاح أمامه؟ الاندماج؟ إذا قيل له اندمج، يعني هذا المتاح أمامك، سوف يندمج؟ لا أبدا، لن يندمج. يعني الجولاني لن يندمج. الجولاني رجل يرى نفسه قائد، يرى نفسه قائد لكل سوريا وليس فقط لمناطق. كما قلنا انه استاذ رائد، هذه يعني اي نعم، سقطت الكاميرا او مالت الكاميرا، لا امال الله لك كاميرا استاذ رائد الحامد، وهو كان يتحدث عما يحدث في هيئه تحرير الشام، وما يحدث في هيئه تحرير الشام من اعتقالات ومن يعني هذه معلومات مؤكده. الان قد يقول قال ان هذه الاعتقالات قد تكون كيدية، يعني أبو محمد الجولاني حتى يصفي بعض القيادات يتهمهم بالعمالة ربما. عموما المعلومة تقول أن الهيئة ربما في قادمات الأيام تنشر فيديو لما قام به جهاز الأمن الداخلي من ملاحقة عملاء واعتقالات وخلايا مرتبطين بالخارج. هذه خلال الأيام القادمة، يعني أبو محمد الجولاني قد
ينشر هذا الفيديو عن طريق جهاز إعلامي. حتى هناك من الذين يعملون في الإعلام إعلام الهيئة أصلاً معتقلين الآن. عاد لنا الأستاذ رائد الحامد. أستاذ رائد مرحباً. أهلاً ومرحباً بك ثانية. أوشك وقتنا على النهاية الحقيقة. إذن تقول أبو أن أبو محمد الجيلاني لن يندمج، يرى نفسه قائداً لسوريا. طيب القوى الإقليمية أو الدولية، هل يعني سوف هو سوف الموضوع يمشي على رغبته أم على رغبة الإقليم والدول من وراء الإقليم؟ لا يعني هو بالتأكيد الإقليم والدول جميعا لها كلمة في هذا الشأن، لكن لا يمكن لا للدول العظمى الولايات المتحدة أو روسيا ولا الدول الإقليمية مثل تركيا أو الدول العربية التي يعني لها علاقة بالملف السوري أن تتجاوز الجولاني. الجولاني رقم في هذه المعادلة لا يمكن القفز عليه ولا يمكن تجاوزه في أي تسمية سياسية قادمة. الأستاذ رائد حامد الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، كنت معي من أربيل في العراق، شكرا جزيلا لك. تهام ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.